نجاح أقل سجل الجزء الرابع من المداح عن الأجزاء الثلاثة السابقة هذا العام، حيث اعتدنا نشاهد في قوائم الأعلى مشاهدة خلال رمضان، لكن هذا العام لم يدخل هذه القوائم ولو لمرة وسط الكثير من الجدل. يا الله ما حدش هيقدر يوقفها. قدام قزح بيخرجوا دلوقتي واحد ورا التاني، مش هتقدر تقف قصادهم. الراجل احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا طبعا عشان الناس ما تحسش بملل ولا اي شيء، لان كل ما بتعمل جزء كل ما الدنيا بتبقى صعبه جدا على الكاتب وعلى الاخراج وعلى التمثيل وعلى كل الناس بصراحه. المره دي ربنا يعني كرمنا بفكره حلوه وبقاش شخص شرير واحد بس هو اللي بيجري ورا صابر، لا هم بقوا عناصر كتيره وعوده للاشرار بقى، يعني ربنا يكفينا شرهم. هناك الكثير ممن يطالبون بخروج حماده هلال من طوق المداح، وهناك من يرى ان بعض القصص وخاصه من نوع المداح تحتمل اجزاء عديده كما يحدث في هوليوود، وهناك من يقول يجب على حماده هلال ان يبحث عن عمل اخر، فما هو رايي النقاد؟ بالتاكيد الفنان حماده هلال هو بيعمل الجزء الاول من المداح ما كانش متوقع انه يستمر 4 سنين، لكن نجاح المسلسل وانه القماش الدراميه بتاعته تحت احتملت، فاعتقد ده خلاه ما يخامرش ان هو يروح لموضوع جديد ويكمل في الموضوع ده مع تجديد في التفاصيل الدراميه وكمان الابطال.